معي 3 أنفار، عندي ولد مريض وبنتي بتجازلت كهرباء، وأنا بالأجار، وضعي تحت الصفر، فيش عندي ولاد بامبز ولا حليب. امبارح رحت على جارتي طلبت منها بامبز لأولادي، واليوم صرت أخجل من جارتي ومكسورين للأجار. الدكان اللي جانبنا بتدينيش عشان بدها مني مصاري بامبز حق بامبز، والناس اللي هنا بالأجار قالوا لي بدام انت بتدفعيش إنا بدنا نطلعك. قلت لهم صرت أترجى فيهم عشان يخلوني أنا هنا. الأسبوع اللي فات كانت بنتي هان نايمة، صحيت من النوم في نص الليل واحدة في الليل تصرخ، العرس عضها من صباحها، ورمت إيد بنتي وأنا فيش معي 5 شيكل أخذها أدقها إبرة تسمم. يعني بقى بنقبة نايمين هنا في الليل مية بنصير بلاقي يا نمل يا حلزون المية هذا علينا أو على الفراش. عيشتي مش عيش، يعني في الشتاء زي برا بقبة نتفي هذا عندي. نفسي يعني أخذ بنتي غششها زي ما بتطلب مني، نفسي أجيب لهم زي ما بطلب مني، زي ما هالناس بتجيب لأطفالها. نفسي أعيش لو في أوضة ومطبخ لحال زينق ويكونوا بس يكونوا ملك إلي، ما يكونش حدا كل يوم يطبل على داري يقول لي بدي الأجار. أنا بكره الصيف عشان شوب الدنيا، عشان شوب الدنيا، يعني هاي زي ما أنت شايف صرت مية، عشان هيك بكره الشوب وبننام جنب بعض أنا وأولادي وجوزي. وبكره الشتاء لأنه زي برا، كيف الشارع زي برا عند الدار هنا. ابني بدون حليب، عندي ولد عيان ما برضاش إلا الحليب بس. يعني طلع بنتي كيف تاكل دقة يعني من القلة. نية حياتي اللي زي ما انتو شايفين، يعني انه يعني اللي زي ما انتو شايفين الأطفال يعني هنا على عتمي، يعني وبنام أنا وزوجتي وولادي هان ومش ملاقي الأكل طبعا. ونفسي نية حياتي يعني بحكيها يعني كأخ من اخ لاخ، اي واحد يشوف الاسره هذه على قليل لو كره وحمار بس اللي كون بس اكل وشرب وملبس بس لاسره اللي زي ما انتم شايفين.